السلام عليكم. الحمد لله لقينا باش نجاوبوا واحد الفئة قليلة. الحمد لله ملي تناولنا الموضوع ديال الشحات والمشكل ديالو مع الشيبي، اغلب التعليقات واللي تجاوزوا 2000 تعليق كانوا كاملين معنا في الطرح ديالنا، كاملين لاموا محمد الشيبي اللي ما رجعش الحق ديالو. هادي هي التمغربيت وهذا الشيء باش تربينا الحق ديالنا ما كنسمحوش فيه، كنردوه بيدينا. ولكن واحد الفئة قليلة الحمد لله، واحد الطرطيات اللي ولاو عندنا كيبغيو يدخلوها لك من جانب ديال لا ما نشجعوش على العنف في هذه كره القدم، لا الفتنه، لا كاين شي فتنه اكثر من ديك درسه العقل ديال الشيبي اللي تحركت. اجي تسمع السي الطورطيه، الاعلام المصري فرحان، فرحان. واحد قال لهم عجبني الشحات، صمك الشيبي ودار عطاه بالظهر وتم غادي كي كالاسد. علاش؟ لانه عارف الشيبي مجرد فار ما يقدرش يرد الضربه ديالو، عارف بان الشيبي فيه غير لسان، عطاه بالظهر وكان بامكانه يرجع الضربه ديالو وما رجعهاش حيت ماشي راجل. يا كبا، لو اعلاميين اخرين في بلاطو في قناه كبيره كيضحك مع راسه قال لهم والله الشحات عجبني في الالم اللي داه للشيبي، الالم دا كيفني زعما نغمني ولا يعلم الله. ولينا ضحكه السي محمد الشيبي، ولاو يقولوا عليك فار وشي وحدين باقين باغيين يدافعوا عليك ويقولوا لا هذه كره القدم، وكره القدم هي درسه العقل ديالك اللي تزعزعات. الا كانوا هادو اعلاميين واللاعب ديالهم هو اللي داير هذا الخطا وداير هاد الفضيحه ومع ذلك عاجبهم الحال وفرحانين، وحنا اللي كنقولوا على كان لازم على ولدنا يرد ويجيب الحق ديالو، لا حنا ما مزيانينش. شوف على نوعيه مازال كتعيش معانا هنايا، سمع بعدا شنو كيقولوا، الطريقه كيفاش كيهضروا. وخويا لما بقاش فيك الحال وما تزعزعش الخاطر ديالك، شوف كيفاش دير تحيد ديك لاكارت ناسيونال، تنازل على ديك الجنسيه الا سمعتيهم كيفاش كيهضروا على ولدنا، حيت راه كما كان الحال محمد الشيبي كيبقى مغربي وولدنا ولازم ندافعوا عليه. الا سمعتيهم كيفاش كيهضروا وما تزعزع فيك والو، شوف كيفاش دير بعد منا. عطينا اتساع، الله يرحم الوالدين. برافو يا شحات انك ما تنازلتش عن حقك. الشحات ما رضاش يتنازل عن حقه ابدا، وعطلوا على دماغه وعطلوا على قفاه وعطلوا على وشه. على فكرة كلكم شفتوا المشهد بتاع حسين الشحات وهو بيشد الشيبي وبيديله على وشه، كلكم شفتوا المشهد ده. عمل ايه الشحات بعد كده؟ بعد ما شده بيمينه وعطلوا على وشه بالشمال، عمل ايه الشحات؟ عطلوا ظهره ومشي بهدوء، بمنتهى الهدوء، وعطيله ظهره وعارف ان الفار اللي اتضرب مش هيقدر يمد ايده عليه، عارف ان الفار اللي اتضرب لسان طويل، بس انما الشحات لما ضربه اتدور ومشى كده والتاني يقدر يرد الضربه يقدر لا، الشحات عارف ان النوعيه دي شتيمه بس ما يضربش، لانه جبان، جبان في الهيصه يبان، انما في المواجهه جبان. سبحان الله. تضحك على ايه؟ بس اقول لك على حاجه بصراحه، يعني هو حسين غلطان في كل حاجه بس الالم مكيف. طريقه الالم وطريقه ايد حسين بس ده كلام. طب ده غلط اهو. لا انا بتكلم على الطريقه. لا بس عايز اقول لك على حاجه، هو برضو قلل، هو قلل من جمهور الاهلي. احنا مش احنا اللي نقول كده، قلل جمهور الاهلي، احنا نهاجمه كده. لا اينو، مش احنا اللي نقول كده، انا بتكلم على الطريقه. لا احنا نهاجم الشيبي، يتعاقب، يقدر ازاي، يقدر ازاي بالظبط، ويقدر ازاي. مش احنا اللي نرد الكلام ده، هو عيب اصلا الشيبي اللي يعمل كده يا احمد. على عينه. بص انا والشحات غلطان، انا بقول لك انا بتكلم على الطريقه بس، الطريقه تضحك. كابتن لو 1000 لعيب زي الشيبي عمل الحركه ديت لجمهور النادي الاهلي ما يفرقش مع جمهور الاهلي في اي حاجه. انا معاك، يظل جمهور الاهلي جمهور عظيم. انا معاك، وده لاعب اخطا. وحسين واتحاد الكوره رابطه انديه لجنه المسابقات تدي للشيبي يعجبوه. يعجبوه، انما ان انت يا كابتن خلي بالك حسين لما راح له كده اكيد كمان قال له حاجه بالبوق. بغيتكم هذا الفيديو تصيفطوه لمحمد الشيبي ويشوفه، على الله تحرك فيه شي حاجه، لان وانا متبع هذه القضيه قال لك بانهم فايتن صالخنه، كنظن هذه واحد الشهرين ولا ثلاث شهور فايتن صالخنه، وقلت ما يمكن شويه اللي واش فايتن ضاربن هو ما رد حقه ولا في المره الاولى لا في المره الثانيه، ما يمكنش. ومشيت شفت الفيديو، داك معلول عطاه بصماكيه عاوتاني جا ليه الحارس الشناوي من المرمى ديالو حتى للزاويه وعفط عليه، ما بقيت لقيت ما نقول. يمكن هذا السيد هذا عنده الحق، يمكن عرفوا فيك على اللسان، لكن انت فيك على اللسان، ها هو عطاك بالظهر وما قدرتيش ترجع الضربه ديالك، وبرافو للشحات لانه ما سمعش في حقه. ياك الشحات غير شاف اشاره منك جا ما سمعش في حقه، وانت اللي واخد صماكيه سمحتي في حقك الدنيا هانيه. الا كانوا هادو صحفيين وولدهم هو اللي ظالم هو اللي ضارب وسمع شنو كيقولوا
ما خلونا احنا ما نقولوا معلم، احنا اللي ولدنا واخد ديك الصماكيه ما خلونا ما نقولوا. وباش نكونوا منصفين، ماشي الاعلام كامل مشى في الصف ديال هذا اللاعب وديال النادي ديالو نادي الحصانه، حيت النهار الاول في اول صرع ديالي قلت راه ما غادي يصور والو من نادي الحصانه. محمد شيبي ملي ما رضش حقه في الملعب مشات عليه بارده، وهذاك الشيء اللي كاين. ها هو خدا جوج ماتشات، وحنا غنسمعوا دابا الاعلام ديال بصح اشنو كيقول في هذه الواقعه هذه، وكيفاش كياكدوا بان راه الدوري ديالهم دوري سايب، وهي اصلا ثاني رساله للاعبين اللي كيمشيو يلعبوا تما. دابا الدوري المصري احسن من المغربي، ايه ماديا ايه كتمشيو للاهلي والهادي ماديا كتكونوا مزيان، ولكن واش كتطوروا راسكم تما؟ كتزيدوا بكورتكم للقدام؟ الا استثنينا بن شرقي واحد الفتره مع الزمالك، اللاعبين اللي مشاو كاملين تما مشاو ما نجحوش في ذاك الدوري، لا من ازارو لا من بانون لا من دابا الشيبي لا من وليد الكرتي لا من احداد لا من حتى شي واحد ما نجح. الدوري ضعيف اصاحبي، الا استثنينا الزمالك والاهلي شنو كاين تما؟ فسمعوا مزيان شنو كيقول الاعلام ديالهم وكيفاش كياكد بان البطوله ديالهم او التسيير ديالهم تسيير هاوي، وهذا الشيء علاش كاين البلطجه تما، ودائما كنشوفوا خرجات تسيء للشعب المصري وتسيء للكره المصريه. خليكم مع هذا الحوار، كيف العاده ما تنساوش اللايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. رحله البحث عن الترند ودتنا او ودت الكره المصريه في داهيه، بدليل الأزمة الأخيرة اللي حصلت دلوقتي. أزمة حصلت وبتحصل في الملاعب، أزمة بتحصل، تصرف أو خطأ جسيم من اللاعب وخطأ غير مبرر، وحتى لو مع اعتذاره والكلام ده كله وكل الكلام ده كله، وإن هو اعتذر وعوقب من ناديه، ونختلف أو نتفق على العقوبة بتاعت الرابطة، وعقوبة مثلا لازم تكتبها أغلظ من كده، كل الكلام ده كله. لكن خطأ حصل قبل كده، وحصل في ماتش في مباريات كتيرة وفي دوريات أوروبا والكلام ده كله. إيه اللي وصلنا لحالة إن نضرب خطاب من السفير المغربي، ونضرب خطاب من الرابطة المغربية أو بيان من الرابطة المغربية، ونشعلل الدنيا وقنوات تشتغل وبرامج تشتغل، وندخلها أزمة بين دولتين وأزمة بين. بس عايز أقول لك على حاجة، إن الكلام ده كله اللي حضرتك بتقوله ده مش متوجه من حتة معينة. أيوة ده حتة. لا ده هو الناس زي ما قلت لك أوتوماتيك بتلاقي أي قضية وتروح شغال عليها. ما تعلمناش من الدروس، هو ما تعلمناش من درس الجزائر، ما تعلمناش من درس الجزائر، مصر والجزائر في السودان. ما تعلمناش من الأزمات دي كلها. ما لازم يبقى في عقل. لا مش بنتعلم. يبقى في ناس ويبقى في ناس ويبقى في ناس بتفهم تطلع تخاطب الناس بالشخص. مش بنتعلم. خلينا نكون واضحين. ما نحكش على بعض، ما نحكش على الناس. وفي خطأ كبير. وخطأ لازم يحاسب عليه، ولازم يبقى فيه عقاب صارم عشان حتى لا يتكرر، ولكن وغير مبرر التصرف ده وايا كان حجم الاستفزازات اللي عملها شيبي او لاخره. لكن هي غير مبرر. بس ايه الاستفزازات؟ مش مهم. لا ازاي بقى دي مهم؟ انت عارف الاستفزازات اللي لازم اقول لك اللي هي ايه؟ انه يعمل الجمهور كده، انه او اللاعب يعمل كده. انا ما بيحصلش يعني حتى بقول لك ما انا بقول انا مش موافق على الكلام اللي مش اللي هي ايه. مش ده نقطه الخلاف بيني وبينك، مش هي دي. ما انت عارف اللي حصل ماشي. لكن بس انا اقول لك على حاجه تعليه في الموضوع ده والافكار في الموضوع ممكن ده. ممكن اقول لك على حاجه؟ اقول لك يعني هي الموضوع، عارف ايه يا استاذ شريف؟ ان في مواقف قبل كده حصلت من كل الانديه من لعيبه منتمين لكل الانديه، سواء بقى كل الانديه، زمالك واهلي واسماعيلي وانديه كتيره، مواقف بتحصل. بس الموقف مش كده يا كابتن. إيه يعني؟ معلش، مع احترام لحضرتك وراي حضرتك، قول لي الموقف مش زي الموقف بتاع الاخير. لا الموقف الاخير مختلف. مع احترام لاي حد يقول حصلت مواقف قبل كده، انا بقول ان في حصل مواقف قبل كده. لا تقارن، لا تقارن. ليه ما بقى محمدي لعب الاسماعيلي ضرب محمد هاني على وشه؟ اي مقارنه بين الموقف انت عارف الباهر. لا انت عارف الفرق ايه ولا لا؟ ان في فيديو طلع فيه الشتيمه بتاعت حسين الشحات، لكن انت مثلا انا متاكد ان باهر محمدي هو بيضرب محمد هاني على وشه وشتمه. لا بس في حاجه، ومحمد هاني عمل ايه؟ مش هتشارك معاه. طيب كان لازم الاثنين يتعاقبوا. انتهى الموضوع. كان لازم الاثنين. ليه؟ يبقى لكن الموقف ده مختلف تماما. ماشي ده اعلى. مش اعلى. عارف كارثي ليه؟ عشان الموقف الاولاني ما حدش عاقب حد، والموقف اللي قبليه ما حدش عاقب حد. انا اقول لحد. اقول لك انا رايي انا بس، وتديني بس دقيقتين في موضوع حسين الشحات ده. اتفضل. موضوع حسين الشحات مع محمد الشيبي في جانب فيه ايجابي جدا. ولازم نقول فيه شكرا لحسين الشحات. ايه هو بقى؟ شكرا لان انت بينت لنا الحقيقه المره في الكره المصريه. الموقف ده كان ممكن ينتهي في نفس الليله. لو عندك نظام وعندك لائحه وعندك قانون بيطبق، انت هنا ولا كنا دخلنا في كل الجدل ده. شكرا حسين الشحات لان انت بينت لنا ان مراقب المباراه بين قوسين مراقب. المراقب اللي جاي يراقب بيتراقب. ليه؟ حضرتك قلت امس يا كابتن في الحلقه ان المراقب كتب في تقريره اللي حصل، وبناء عليه الرابطه عجبته.
لا ما كتبش اللي حصل، هو كتب ان حصل سلوك سلوك غير رياضي، كتب كده سلوك غير رياضي. هو لما كتب هو سمع ولا شاف؟ ولا ما احترمش. لا شاف بس. شاف؟ شاف فين؟ شاف من مكانه. مكانه شاف الواقعه؟ وشاف الضربه ده سلوك غير ما سمعش؟ لا ما سمعش طبعا. يبقى بتكتب تراك على اي اساس؟ طيب بكتبه في تاريخ وقع بعد انتهاء المباراه، انت كمراقب خدت بالك منها، ووقع يوم مباراه السوبر الاهلي وبيراميدز، لا اتحاد الكوره ولا المراقب واثناء المباراه، وما تمش لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي اتخاذ قرار. يعني حصلت، يعني حصلت قبل كده، حصلت قبل كده يعني حصلت. لا بس مش يعني حصلت. اسمعني مش بنفس يعني حصل 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 بقول خروج عن النص. لا حصلت حصل خلينا نكمل. يعني حصل خروج عن النص. هو مين بقى ومين حصلت؟ انت النهارده اللوايا عندك اشبه بالترز اللي بيفصل قطعه قماش بتطول وقت ما هي عايزه. هقول لحضرتك اللوايا لازم تبقى محدده. لا القرار اللي طلع امس من رابطه يا كابتن ان السلوك الرياضي هي دي مش لائحه عندك؟ طب مش في اللائحه في نفس الصفحه دي يا جماعه الحاج عامر والناس اللي قريته، مش في بند السب اربع ماتشات؟ ايوه بس مش ده اللي كتب في تقريرك مراقب المباراه. ما عشان كده في غلط. هو دي تقريرك كتب. ايوه ما هو انت اسمعني بس، انت دلوقتي انا هقول لك القصه مش بدافع عن حد. هنقول هو دلوقتي المباراه هو دلوقتي بعد المباراه. لا 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 هو دلوقتي ادى مباراتين على حسب تقرير ايه، تقرير مراقب المباراه. انا مش بقول لك ان ده صح، بس بقول لك هو نفذ القانون ازاي دلوقتي. بيراميدز ده مش تنفيذ قانون، ده حمايه للاعب ودفاع عن النادي. لا يا كابتن مش معلش مع احترامي، ده مش تنفيذ القانون، ده حمايه ومجامله واضحه للنادي. طب ليه؟ طب ما هو دلوقتي مجامله صريحه للنادي الاهلي. ليه؟ اقول لك ليه يا كابتن؟ الموقف ده، الموقف ده النادي الاهلي كراجل راجل رياضي ومتابع. انت لو جيت حسين الشحات في الشهور ماهر 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 هو اللي حصل شويه بيجامل الاهلي. انت النهارده تروح لعيب النادي الاهلي يعاقب اللاعب قبل؟ لا لا عقوبه دي عقوبه، دي حمايه للاعب برضه ولا لا؟ حمايه ازاي يعني؟ حمايه ازاي على السجن مثلا؟ لو وقفته كنت اقول لك النادي الاهلي خد قرار غريب. زي ما الموسم خلص يعني شوف الموسم خلص، شوف الخطا كم خطا يا. سب دين ويقول لعيب انت قليل الادب ويصفعه على وجهه بالقلم. كل ده البيراميدز هيقدمه بالفيديو في البيراميدز يتحمل بالاستئناف. بيراميدز مسؤول عن موقف حسين الشحات دوت لانه ما حماش اللعيب ده مباراه السوبر. انا بلوم على اداره بيراميدز. اداره بيراميدز عندها خطا كبير جدا. انتوا مباراه السوبر انتوا فين؟ انتوا كنتوا نايمين، ما شفتوش اللي حصل في الملعب من علي معلول والشناوي مع الشيبي؟ لا ده خطا كبير من اداره بيراميدز. ممكن اقول لك الحقيقه، اقول لك الحقيقه، الحقيقه يعني المره تمام. الاستاذ سالم الشمسي تمام لا يجرؤ انه يشكو وقعه حدثت في ابو ظبي، لا يجرؤ. هي الواقعه مالها مالها. الاستاذ سالم الشمسي لا يجرؤ ان هو يشكو في اي شيء. عارف ليه؟ لان ده حدث في ابو ظبي ويسيء لابو ظبي. اي حاجه بتحصل في اي مكان تسيء لصاحبها وتسيء للمكان. طيب اسمع كلامي بقى، انا بكلمك في الصح صح. انما هنا، انما هنا في مصر يقدر ان هو يشتكي. هم كانوا ساكتين يا كابتن زمان. انت سمعتك انت فاهمني أس... انت عندك فاهمني يا شريف. هو اتدخل يا شريف. انت بتسافر ابو ظبي عارف طبعاً. انا بقول لك في هناك سيستم هناك ما يقدرش الاستاذ سالم الشمسي هو. ان هو طيب. يشتكي وقعه معينه ويكبر موضوع في حدث وقع في بلده. طيب كويس. الاستاذ سالم الشمسي خد الصور دي حقيقه. طيب اتحاد الكوره كان فين وقتها بتاعنا؟ فين اللي كان موجود؟ الاستاذ جمال علام طلع بيشيد بسلوك الفريقين ولاعيب الفريقين. مع احترامي فين السلوك اللي بتشيد بيه؟ الكابتن محمود البنا حكم المباراه اللي بياخد مباريات كتيره من بعد المباراه. ليه؟ ليه انت ما شفتوش الملايين في مصر اللي شافوا الواقعه عدت كده كابتن براءه؟ يعني انتهى الموضوع، ما فيش فيها كارت اصفر. طب انت فين المراقب فين؟ لا يا كابتن في مجاملات واضحه. خلينا نتفق الكيل ب 10 مكاييل، النادي الاهلي ليه مكيال واحد بيتم الحكم على الامور الخاصه بيه دون عن بقيه انديه مصر. مع احترامي لكل انديه مصر وعليه كل الناس تقتنع بالمساله دي، الامور واضحه. الواقعه الاخيره دي بتبين لك حجم الحقيقه المره اللي بتشوفها كره القدم المصريه. احنا ما بنشتغلش صح، مش عشان والله حسين الشحات ولا غيره، حتى اعتذار اللاعب مره واثنين ملوش اي 30 لازمه، الكلام ده خلاص. سيبك من اللي بيطلع، معلش انا بقول برضو شكرا كمان مره لحسين الشحات، لان كشفت لنا عن محللين واعلاميين بيقول لك ده نرفزه ملعب، واللي يقول لك كان لازم اللاعب ياخد علقه سخنه جوه الملعب من حسين الشحات. هو بس انا الناس لازم تتعاقب على فكره. لا هو لو عايز العدل الناس لازم تتعاقب. انا بص انا معاك في حاجات كتير، بس انا بس برضو انا على فكره مش مع حد ضد حد والله يا استاذ شريف، لكن انا بقول برضو سؤال طبعا. سؤال بس تمام. سؤال يعني وانا هنا مش والله انا انا بقول حقيقة والله بعيد عن موضوع طيب الاهلي والزمالك. طيب والله بعيد عن الاهلي والزمالك. طيب انا بس سؤال، الاستاذ سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز ليه لما حدثت وقعه في ابو ظبي فيها سب وفيها ضرب؟ فيها سب ضرب بس يعني انت ما سمعتش سب كان فيها كل ضرب ضرب كان فيها ان كان تمام. ليه ما امرتش ناديك تمام ومسؤولي ناديك ان هم يروحوا يتخذوا اجراء جنائي او اجراء ما اجراء بيقولوا عليه يعني ايه لما يكون قضائي؟ قضائي اجراء قضائي صح قضائي. دي حلاوه القعده مع الصحفي ان الاجراء اجراء قضائي خارجين قضائي يعني. صح ليه؟ وهنا قلت للناس لازم تاخد هنا اجراء قضائي بقى رغم ان هنا حصل ايه بقى حصل فين اعتذار يعني حسين الشحات راح للاعب وتعاتبه وتصالحه وبس على راسه والكلام ده كله حصل اعتذار خلاص والنادي الاهلي بادر بالعقوبه يعني قبل اي حد بادر بالعقوبة وتيفر بقى هي كام المبلغ قليل مبلغ كتير ماشي يعني خلاص بادر بالعقوبة عاقب اللاعب اللي أخطأ وعقاب
من وجهه نظري كافي رغم انه انت عارف معرض للزياده وكافي لان 300,000 والربط 20,000 شكرا للربط. لا 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 شكرا للربط. انتوا صراحه 10 يا فندم الربط النادي الاهلي مديله 300,000 الربط الربط نفذت القانون عنده لائحه يا كابتن عنده لائحه وبنحط عمود عليها يا كابتن في ايوه قول لي احمد قول لي اللائحه لازم تتغير اقول لك قول لي اللائحه لازم تتغير انما الحاج عامر حسين ما شفتوش الفيديو؟ ما سمعتوش؟ مش ما هو مش شغلتهم مش شغلتهم؟ ايوه ما ياخدوش قرار بسرعه كده وكان يسيبوا لجنه الانضباط تبحث الامر وتحقق مع الشيبي الصح في الموقف ده يا كابتن تجيب حسين الشحات لا ده محمد الشيبي وتحقق معاهم وتشوف ايه اللي حصل وتعرف المخطئ حتى لو الشيبي مخطئ عاقبه وان شاء الله تتحرك تتحرك لجنه الانضباط بتتحرك بشكوى لا الانضباط مش لا الانضباط مش لا الانضباط مش بشكوى الانضباط غلط يعني صحيح دلوقتي هتتحرك بالشكوى ده انت ظلمات لا واحنا عندنا لجنه الانضباط دلوقتي ارجع ورا معلش خليني اقول لو انت عقدت كهرباء من ست شهور ما كانش حصل الموقف ده من حسين الشحات يا جماعه خلينا نكون واضحين والله بعيد عن الاهلي والزمالك في مكيال بيتضار بيه الامور على كهرباء غير اي موقف مش كهرباء اول نقل ده تاني مكيال لوحده موقف كهرباء غير موقف اي كهرباء ايه موقف كهرباء ده واحد بيحتفل مع مش محتاج كل القصه اللي حصل ده انا قلت الكلام ده مره معاك يا كابتن لو عقدت برضه كهرباء عقدت دول لو عقدت صحيح انت عارف الموضوع مش موضوع مش موضوع ايوه اعلن حتى على فكره ليه ما اجلها وبان الدونجا ولا الزمالك ولا خفت لما رئيس الزمالك قال لك لو عقدت دونجا مش ليه لا لا الناس بصراحه يبقى احنا وصلنا لايه الناس لازم تمشي لا 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 احنا وصلنا للوائح ما بتتلغاش احنا وصلنا ان مفيش لائحه اصلا بص احنا وصلنا لايه بقى يا جماعه ان احنا لازم في موائمات لا ايوه ايه اللي مخلي فيه موائمات ان اللائحه ضبابيه لازم يبقى فيه لائحه واضحه يا جماعه والله المعلق بره المعلق بره لما لعيب مثلا بيضرب حد من غير كوره بيقول لك مثلا ايه ده اللعيب ده هتوقف 3 ماتشات وغرامه كذا ليه لان انت عارف ان في مواقف مماثله هي بتلعب بالالفاظ اللائحه ايوه طب ليه طب ليه ما عندناش لائحه واضحه بالحب بالتليفون بيهدد هو في حد بس شايف ممكن اسالك سؤال هو في حد في الدنيا يكره ان هو يكون عنده قانون انت لعبت يعني في انديه يعني كل العالم بيتمنى يبقى عنده قانون اتكلمنا في الموضوع ده في موقف في الصلح بتاع الشحات والشيبي ده بس انا سيبك بعيد عن الصلح وايه اللي حصل هو اخو حسين الشحات ايه اللي موجود في الحته موجود في الحته دي ليه مش المفروض يبقى موجود ايه ده عشان ما فيش حد في ليه اخو حسين الشحات في الحته دي ازاي هو اللي عمل مين اللي معاك ايه ده هو لاعب هو اداري كمان انت لا مش هو اللي عمل معلش عشان الشيبي يشيل يسطا عبد الحفيظ وكابتن سعيد انت انت مستني النادي الاهلي يشتكي عشان تعاقب عضو الجهاز الفني ولا الاداري اللي عمل حركه مشينه لذيك البدلاء الاهلي انت مستني ايه مستني الاهلي يشتكي انت بوضع بعد المباراه كنت لازم تعاقب الشخص ده الشخص ده طبعا غلطان ايه اللي عمله دوت وازاي بيعدي يا جماعه اللعيب نفسه كان لازم يتعاقب هل انت كمراقب نفسه كان لازم يعني انت شفت الواقعه ولا لا بس يا سيد خلي تراجع الفيديوهات ثواني بس ثواني لا لا معلش اللعيب نفسه الاداري بتاع بيراميدز نفسه لما شتم من الدكه ورامي ربيعه قام ورامي ربيع قال للحكم عشان كده لازم يتعاقب ما عنديش مشكله ان يتعاقب في نفس الوقت ما عنديش مشكله ان يتعاقب جيبه وحقق معاه عقد انت بتدافع عن الشيبي طب ما الشيبي اصلا في المباراه انا بقول لك لسه راجل الاداري بتاع بيراميدز لا لا انا بقول بيدافع عن الشيبي وعن اخطاء الشيبي ان الشيبي اساء لحسين الشحات وهم الاثنين ما لعبوش في الملعب غير دقيقتين اثنين بس فالروايه دي روايه غير حقيقيه لا ما سالوش هو لا الكلام هو لا ولا غير حقيقيه رد فعل للي حصل لو هتحاسب لو هتحاسب حد في المباراه هكمل لك بس حاسب حسين الشحات حاسب حسين الشحات نازل 20 دقيقه لعبهم يا فندم مش ده وضرب محمد حمدي وكان لازم ياخد طرد في اللعبه دي وللاسف لا فار بيرجع ولا حكم بياخد باله لا في نرفزه هو ما ضربوش يعني امال ايه هو ما ضربوش هو كمل في الكوره كمل في الكوره بس دي بتبقى عقوبتها ايه عقوبتها انذار امال لاعبنا اللي مطرود في ماتش المغرب اللاعب المنتخب الاولمبي ده كان ايه لا واخد طرد وخسرنا البطوله بسببه هو القانون بيطق يا جماعه القانون واحد تانية. القانون واحد ملوش علاقه بالوان الانديه دي حاجه هو عايز يبقى عندك كوره هو قانون واحد هو انا عايز اقول لك حاجه استاذ شريف اقول لك بكل صراحه حسين الشحات محتاج ان هو يهدى بجد لان بقى له اكتر من موقف يعني حسين لا كلنا نايف. كلنا بنشيد بحسين ان هو طور مستواه وان هو وقف على رجله وان هو يستحق العقد الجديد اللي خده في النادي الاهلي ماشي انا بقول لك محتاج يهدى انا مش عارف هو يعني اخطا خطا غسيل وغير مبرر يعني انا ما اعرفش هو بس وحسين ما راحش عمل الموقف دوت عشان حصل كلاش بينه وبين وبين الشيبي او حاجه في الملعب انما هو مشهد ما حصلش في العالم قبل كده لا حصل لا في العالم بالمنظر ده لعيب ضرب مطارات الادب بس ده ضرب مطارات لا دي حاجه ثانيه ما هي حاجه ثانيه ايه ضربه لا يعني بس ضربه بس مثلا من راسه دي ضربه القلم دي ما الناس بقت اي ضربه لا لا ده اسمها ضرب في الاخر بعدين يقول له انت عيب قليل الادب لا مفيش كده في الدنيا لا لا معلش انت اكتر من كده انت لو ابوك بتحصل اكتر من كده قال امك مش هتعمل معاه كده قال امك واختك وبتاع وكده ما ترضي معاهم الاثنين ما ترضي انما انت ربطه بتلم انت ربطه بتلم الموضوع ليه يا فندم بتحصل في كل الملاعب اقول لك بصراحه اقول لكم رايي تمام يا كابتن تاني اقول لكم كابتن انت لعبت في اوروبا بتحصل الحاجات دي ولا لا ماشي طبعا بتحصل واكثر من كده ولا لا بس انا عايز اقول لك حاجه بس وش ليه ما فيها عنصريه ولا حاجه عنصريه ما تقوليش ما بتحصلش المنظر ده لا بالمشهد ده اقول لك يا استاذ اقول لك الغلط بس اقول لك الغلط جاي منين اقول لك الغلط جاي منين من وقائع سابقه قبل كده حصلت ومحدش بيتعاقب يعني ايه اقول لك بصراحه تمام لو النهارده اصل انا عارف لعيبه الكوره بتفكر ازاي انتوا حضراتكم صحفيين انا عارف بيفكروا ازاي بيخافوا دايما على اكل عيشهم يخاف من الفلوس ويخاف ان هو ما يلعبش صح
النهارده انت باهر المحمدي، باهر المحمدي لما بص الجمهور الاهلي وعمل لهم كده صح؟ لو كان خد لا قال لهم مش هننزل، لا عمل لهم كده، عمل لهم ان انتوا صغيرين. ده الشيب اللي قال كده يا فندم. باهر المحمدي عمل كده ماتش اسماعيلي والاهلي. ايوه انت مش معاه، مش صح ولا لا؟ ما هو عشان كده محمد هاني اتخانق معاه، ده في التلفزيون وصوت صوره. يعني انت مالكش لازم اخليك في الملعب، انت ليه بتتكلم الجمهور؟ فاهمني ولا لا؟ لو باهر المحمدي لما كان عمل كده الجمهور الاهلي ان انتوا صغيرين، عمل لهم كده ان انتوا صغيرين، وخد اربع ماتشات مثلا وغرامه 100,000 جنيه تمام، وانت اعتبرت دي بتاع، كان عمر ما الشيبي في الاساس هيعمل كده. عمل كده ها؟ ما كانش هيعمل كده، كان خلاص ايه، وكان بناء عليه مشكله حسين الشحاتي مش هتحصل من الاساس. يعني انا بقول لك مش هتحصل من الاساس. فعشان كده احنا في احتياج، احنا دلوقتي داخلين على موسم جديد صح؟ احنا في احتياج يا جماعه ان يبقى في لائحه عقوبات تكون واضحه ومعلنه، ومش وما فيش فيها بنود بتعكس بنود او بنود بتلغي بنود. لازم تبقى اللائحه كلها طيب خمس ست بنود وننفذها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تنسوش عليه بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.